وسهلا بحضراتكم في برنامج بالميزان وحلقه جديده من حلقات برنامج بالميزان. موضوع مهم جدا بيهم كل الاسر المصريه. في الاونه الاخيره تعرضنا لظاهره ما كانتش موجوده قبل كده. الظاهره دي هي العنف ضد المراه. ازواج وزوجات، اباء وابناء. شفنا اب كان هيولع في طفله بنته، شفنا زوج بيلقي بزوجته من البلكونه من الدور الثامن، واحداث زي دي مؤسفه للاسف. فالظاهره دي جديده قوي علينا وكنا محتاجين نتكلم فيها، وخير من يتكلم عن العنف ضد المراه هي مراه. فبنرحب بالاستاذه ندى العماوي المحاميه. اهلا وسهلا بحضرتك، منورانا ومشرفانا. محتاجين بقى نفهم ايه اللي بيحصل، هو ايه اللي حصل، المجتمع جراله ايه، الست ليه يعني مقهوره ومضطهده؟ مش قوي يعني، عشان نكون منصفين برضه، يعني في رجاله برضه مقهورين، ولكن ايه اللي حصل؟ ليه بقى في عنف؟ وعنف مش عادي، مش زوج بيأدب زوجته او اب بيأدب طفله او بنته، لا بقى في عنف بيصل لحد الضرر او القتل احيانا. خلينا احييك الاول، احيي جمهورك الجميل. كتير حضرتك. وبمناسبه عيد الحب، اتمنى ان الحب يسود العالم والسلام. نتمنى كلنا. وبهدي عيد الحب للمرأة بصفة عامة على العالم العربي والغربي، وسيدات مصر بصفة خاصة. خلينا أقول النهاردة إمتى بدأ العنف ضد المرأة. العنف ضد المرأة ما بدأش في 2020 ولا بدأ امبارح ولا النهاردة، ده بدأ من المذبحة الوحشية اللي تمت سنة 1960. كانت يعني أصعب مذبحة تمت لنشطات سياسيات بناء على أمر من ديكتاتور، ومن هنا بدأت كل الجمعيات تناهض بالعنف ضد المرأة والوعي والتوعية. لكل يوم كل سنة 25/11 من كل عام، بالضبط زي يوم المرأة اللي هو يوم 8 مارس. أنا عندي يوم 25/11 هو اليوم العالمي للوعي والإدراك للعنف ضد المرأة، بيعلوا نسبة الوعي. يعني هو من زمان قوي في عنف ضد المرأة، من زمان في، مش هنقول المرأة مقهورة، ولكن كانت بتعامل على إنها عنصر غير مرغوب فيه في المجتمع. بس يعني بقينا النهاردة نشوف العنف الأسري بقى أكتر من الأول. الأول كان فيه رحمة ومودة، مفيش دفء ولا حنية أكتر من حضن الأب أو حضن الزوج. النهاردة بنشوف العنف جاي من ده، جاي القهر جاي من ده، أخ يقهر أخته ممكن يصل للقتل، أو أب أو زوج. ليه النهارده المجتمع بقى فيه الظاهره دي، رغم ان احنا اكتر مجتمع يسوده الود والمحبه والموده والرحمه، وخصوصا في العلاقه الزوجيه؟ تسمحي لي ارد عليكي بصراحه شويه؟ اتفضلي. دائما ابدا انا لما بكون شخص اصلا مقهور وصاحب اليد العليا في العلاقه، سواء انا اب سواء انا زوج، بستضعف كل من اضعف مني في العلاقه. يعني النهارده عشان استقوى عليكي مثلا، اذا انا عندي سلطه توحي ليا ان انت اضعف مني. احنا عندنا دائما ابدا انه فكر، ممكن يكون فكر غير سليم، ان الانثى كائن ضعيف. هو كائن ضعيف ده يدل على الرحمه، مش كائن ضعيف بس لمجرد ان هو ما يقدرش ينتج، ما يقدرش ان هو يدير اسره يدير مجتمع. انا وصلت لمرحله ان النهارده الانثى قاضي، وصلت لمرحله النهارده الانثى وصلت لكل مراحل التعليم وكل. اذا ما بقاش كائن ضعيف، بالعكس ما بقاش كائن ضعيف بالنسبه للناس المثقفه. نرجع بقى للناس اللي لسه الوعي عندها ضعيف والإدراك أضعف، أنا شايفها كائن ملوش يعني قيمة. زي ما كان زمان في الجاهلية كان في وقت البنات، الفكر بيتوارث، الفكر السيء بيتوارث، وكائن ضعيف أنا أقدر أطلع فيه كل قدرتي العنيفة. الزوج يقدر يضرب بما إن هي مش قادرة تسيب بيتها عشان ما يتخربش، واحنا عندنا كل يوم 1000 حالات طلاق في محكمة الاسره. طب ده بقى بيوصلنا احنا بنتكلم دلوقتي في انواع العنف، فاشرحي لي بقى واحده واحده كده ايه هي انواع العنف ضد المراه من خلال رصد ظاهره العنف ضد المراه. لاحظنا انواع كتير واشكال كتير، منها ايه؟ انا عندي بالنسبه لتعريف العنف ضد المراه، هو التعريف العادي اللي نص عليه القانون، هو كل اعتداء على مراه مادي معنوي جنسي اقتصادي. المادي هو ان انا لازم اسيب جرح او ضرب او قطع او حرق، لازم اسيب فيها علامه. المعنوي هو ان انا الشتم السب القصف، نوع من انواع اللي انا اسيب معنويا جرح، اهانه، الاهانه. يعني انا مثلا في الرايحه وجايه باهنها قصاد المجتمع قصاد الاسره قصاد اطفالها، هو ده المعنوي.
اقتصاديا انا بقهرها ان هي الانثى اللي ما كملتش علمها. انا اقدر النهارده صاحب بلاد العليا في ان انا اللي بصرف، مش هتخرجي، مش هتدخلي، مش هتشتغلي، وهي من غيري تضيع، مش لاقي اللي يصرف عليها. في ستات كتير جدا بلا مأوى، واضطرت كتير قوي تتحمل ظروف اقتصاديه صعبه لمجرد ان هي مش لاقيه غير الزوج اللي يعولها، مع ان انا اعرف ان في نساء كتير جدا بتعول ازواجها. بتضطر بقى هي ان هي تستحمل وتقعد، لان هي عارفه ان هي ملهاش اي عائل ولا مأوى غير للأسف الزوج وبيتك وولادك، لو خرجتي من هنا هتضيعي. تمام، مفيش. في عندي بقى اخطر انواع، هنقول العنف اخطر انواعه اللي هو بين الزوج والزوجه، وهو العنف الجنسي. اسمها التعريف ليها العلاقه الجنسيه القسريه غصب عن الطرف الثاني. ونرجع في الاخر تقول لك طلاق للضرر، نثبت انه طلاق للضرر. لو انا هتكلم مش قادره اثبت عنف الزوج، انا بقدر اثبت عنه الزوج، لكن عشان اثبت عنفه ما هو مش هيسيب اثار المغتصب، ولكن هي ورقه اغتصاب، ورقه رسميه. يعني معنى كده ان العلاقه الحميميه بين الرجل والمراه في العلاقه الزوجيه ممكن يكون فيها عنف يصل لحد الاغتصاب؟ بس بدون دليل. طب اثبته ازاي؟ ما هو انا هثبته ازاي وانا يعني نوع من انواع الجبر، الغصب، مضطر علشان عندي اولاد اصرف عليها. ما هو اصل انا لو رفضت مالكيش فلوس عندي، مفيش مصاريف، مش هتاكلوا النهارده. بابسط المعاني اللي ممكن تسمعها كل انثى بتشاهدنا النهارده، هي عارفه ان هي لما هترفض انت مالكيش مأوى غير هنا. يعني كما لو انها مستعبده، وانا النهارده بكلم كل انثى مش لاقيه لها مأوى، مش بكلم مثلا انثى عارفه تلاقي لها حل، لان اللي عارفين لاقي لهم حل هم مش محتاجين. خلاص هي دي عارفه اصلا، عارفه يعني توصل فين اتجاهها وطريقها. وفي كمان العنف اللي بيجي من الشخص المجهول. يعني انا عندي نوع من انواع الجرائم زي الاعتداء الجنسي من شخص غريب، خطف الانثى سواء ذكر او انثى لو طفل. عندي كمان جرائم التحرش، هتك العرض. كل ديت من صور العنف ضد المراه. ما بين الازواج اسقاط الحوامل، انا تبقى لو هم مثلا خلاص هيتطلقوا تعمل تنزل تعمل محضر اصله جوزي ضربني وسقطني مثلا. ده اخطر الانواع، انه بتبقى جايه قوي بتوجع من اللي قريب مني، اللي واجعني هو اللي قريب مني. بس خلينا نكون منصفين شويه يا استاذه ندى. احيانا لما بتحصل مشكله ما بين الراجل ومراته بيبقى فيها نوع من انواع يعني ايه التبلي ورمي البلا. انا هقول ان هو ضربني، ولو حامل كمان الموضوع بيبقى اصعب، اللي هو حاول يسقطني، يعني هقول حاول يسقطني مثلا او ما شابه ذلك. يعني دي بنثبتها ازاي ان فعلا كان في محاوله فعليه للاجهاض او للضرب او للعنف او للاغتصاب اللي حضرتك قلتيه من شويه؟ ده اللي انا برضو مش هعرف اثبته، انا مش هعرف اثبت ان هو يعني ارغام جديده، يعني ارغمني على المعاشره الجنسيه. دي قانونا العلاقه الجنسيه القسريه، يعني انا ما جبتش حاجه من عندي، ده قانون. اثبتها ازاي؟ انا كست ما اعرفش القانون وما اعرفش اي حاجه اكتر من انا وقع عليا دلوقتي عنف او نوع من انواع اللي حضرتك قلتيها وعايزه اثبت حقي، اعمل ايه؟ طيب انا دلوقتي في العادي جدا اي حد بيثبت حقه بيتوجه لمركز الشرطه المختص بواقعه الجنايه او الجنحه، بيتوجه عادي جدا لمركز الشرطه، ومركز الشرطه بتحولها لدعوه عموميه بتبشرها النيابه. هنا انا بخاطب كل اصحاب الضمائر الحيه ان انا النهارده عندي واقعه يصعب اثباتها، يبقى لابد عندي من تقصي الحقائق في كل الاحوال. انا عندي طرفين دائما ابدا انا بسمع من الزوجه، لان هي اللي بتلجا لاسم الشرطه وبتلجا للمجلس القومي للمراه، بتلجا يعني اللجوء ليها لكل جهه معنيه برفع الضرر عنها. تمام. فانا النهارده والنيابه العامه مشكوره بتباشر التحقيقات، ابدا انا اعمل نوع من انواع يعني مش هنقول ضبط واحضار، بس استجواب للزوج. ليه بقى؟ هنا انا بقدر اعمل موازنه. هو ده اصلا ما بيحصلش ولا بيحصل؟ يعني ما هو انا النهارده انا وقع عليا ضرر دلوقتي، دخلت اسم الشرطه او رحت للمجلس القومي للمراه وهم حركوا لي الدعوه، بعدها بيحصل ايه؟ يعني هم بيستدعوا الزوج ولا ايه اللي بيحصل؟ بصي هقول لك على حاجه، كاجراءات دائما ابدا لازم يكون معايا محامي. ليه؟ انا كمواطن عادي لوحدي هجهل اجراءاتي، فالقانون لا يحمي المغفلين، ده احنا عارفين. طب ما عندي انا خارجه اصلا من البيت مدغدغه ومفلسه ويا دوب الهدوم اللي عليا انا وعيالي وما حتيش مليم، اروح لمحامي. المجلس القومي للمراه لما بيتبلغ له ان في
نوع من انواع العنف ضد المرأة وتم الاعتداء عليها، هي اللي بتبشر التحقيق مع النيابة العامة، بتبشر المراقبة على التحقيق. وكمان مؤسسات الدولة بتشترك، المؤسسات المدنية بتشترك في النساء بلا مأوى وفتيات بلا مأوى، للفتيات اللي بتعرض برضو للعنف الأسري. يعني أنا عندي أزواج بتتعرض، الزوجات بتتعرض للعنف الأسري، وعندي فتيات بتتعرض للعنف الأسري. يعني أنا دلوقتي أول ما يقع علي أي عنف أنا كأنثى أو كزوجة بتوجه لمركز الشرطة. طيب ما روحتش مركز الشرطة، ما معيش فلوس أجيب محامي، المحامي أتعبه عالية، أنا مش عارفة أتصرف، ده هلجأ للمجلس القومي للمرأة وهو بيتولى الموضوع دون أجر. دون أجر. يعني ده برضو دعوة للسادة المشاهدين، لأن في ناس كتير ما بتبقاش عارفة تعمل إيه. هي مقهورة وقع عليها عنف، ولكن هي مش عارفة السبيل فين، أعمل إيه الطريق، أعمل إيه علشان أخد حقي. ده هي المفروض، أنا على فكرة النيابة العامة هي محامي الشعب ومحامي المجني عليه. أنا النهاردة كمجني عليا مش محتاجة كمان إن أنا أصرف مصاريف. طيب هنكمل بس النقطة بتاعت المجلس القومي للمرأة والنيابة العامة بعد الفاصل، هنطلع فاصل بس السادة المشاهدين وهنرجع تاني نكمل موضوع العنف ضد المرأة، انتظرونا. اهلا وسهلا بيكم، رجعنا من الفاصل وبنكمل مع الاستاذه ندى العماوي موضوع العنف ضد المراه. اهلا بيكي مره ثانيه. احنا طبعا يعني كنا بنتكلم عن دور المجتمع المدني ودور المجلس القومي للمراه في ان اي زوجه وقع عليها قهر او اي انثى عامه وقع عليها قهر او عنف او تعرضت لاي عنف داخل المجتمع او داخل الاسره تتوجه للمجلس القومي للمراه وبيتولى تحريك البلاغ وتولي القضية من الألف للياء دون أجر وحماية المجني عليه كمان. يعني أنا النهاردة لما يبقى عندي فتاة بتتعرض لعنف أسري ومثلا مشيت خلاص من البيت، راحت بلغت في المجلس القومي للمرأة، البنت ليها متعلقات شخصية في البيت. يعني النهاردة إذا كانت الدولة بتوفر المأوى وبتوفر المكان ودور الرعاية، فأنا ليا متعلقات شخصية بتوفر لها الحماية لدخول البيت مرة تانية واستلام متعلقاتها الشخصية والخروج بيها كمان بدون أذى. طب على فين؟ يعني هتوديها فين؟ هي دور رعاية، دور رعاية لحين انتهاء التحقيق. أنا ممكن بعد انهاء التحقيق إذا يعني تم مثلا في العنف الأسري، إذا لم يكن هو سوء معاملة بين الأب وأولاده، بيتم تعهد من الأب وبيستلم تاني الصغير في عهدته وبيتعهد إن هو يحسن معاملته ويكمل تعليمه مثلا لو هو حرمه من التعليم، يحسن مأواه. أنا بشوف النهاردة الحالة الاجتماعية للأب بقدر أساعده لو هو بلا عمل، بقدر أساعد الزوجة اللي هي الأم لو هي برضو ليها في المشغولات اليدوية، بوفر حياة كريمة اللي بيشجعها الرئيس عبد الفتاح السيسي لكل الأسر المصرية. طيب معلش بقى خلينا ننزل على أرض الواقع شوية ونتكلم في الحياة اللي احنا بنعيشها. أعتقد إن ده هيعمل شرخ كبير جدا ما بين أطراف العلاقة، سواء هي ابن وأب أو زوجة وزوج أو أي مكان.
انا دلوقتي بعد ما رحت دور الرعايه وقعدت شويه او هم رجعوا اخدوا حاجاتي عشان اقعد او مضوا تعهد ان هو مش هي احنا بنفتح باب لان الاب مش هيعرف يمشي كلمه على ابنه وبنته بعد كده مش هيبقى في علاقه ان الزوج زي ما حضرتك قلتي هو اليد العليا لان هو ربنا ميزهم عننا الرجال قوامون على النساء بما انفقن فهو عشان هو بينفق ده 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 القران الكريم فانا بفتح النهارده باب ان يبقى في ما بين الاب وابنه سيف ما بين الزوجة وزوجها لو انت ما عملتليش كذا انا هروح اقدم بلاغ وييجوا ياخدوا لي حاجتي ويقعدوني ويعمل يعني تسمحي لي ارد عليكي اتفضلي هو انا النهارده لما يكون عندي اب مكفي لي كل احتياجاتي صارف عليا معلمني وصلني يعني مستوى اجتماعي عالي جدا هشتكي ليه متطلبات الحياه النهارده غير قبل كده اللي انا بتكلم عليه النهارده مش اب هو تصرف بتصرفات حيوانية ضد أطفاله التصرفات بتاعته تصرفات فيها عنف طب ما أنا عندي أب وجرد طفلته من ملابسها في الشارع والأم وقفت عاجزة هو ده التصرف يا أستاذة ندى اللي احنا بنتكلم عليه اللي هو التصرفات الخارجة عن النطاق اللي احنا تعودنا عليه العرف غير المألوف بالنسبة لنا احنا أول مرة نشوف المشاهد دي ولكن نرجع للمشهد اللي حضرتك وصفتيه من شوية ان انا النهارده عشان يعني ايه دلوعه شويه او بطلب حاجات فوق طاقه الاب او الام او الاسره فانا طفل مدلل هنا دور المحقق دوره بيثبت ان الطفل ده مدلل ولا مقهور يعني انا النهارده لما اثبت ان انا عندي طفل مدلل زي الطفل اللي كان بيسوق العربيه وكان هيخبط امين الشرطه وكانت فيه مشكله مثلا عندنا مثلا طفل تاني بيبيع مناديل في الاشاره انا هنا عندي طفل اخطا وهنا عندي طفل مقهور فالاطفال هنا كلهم اطفال لكن احوالهم لا تتشابه فانا دوري كمحقق ببقى عارف اللي قصادي مقهور ولا مدلل وطالب نوع من انواع الضغط يعني نوضح بس النقطه دي للساده المشاهدين هو انا مش اي حاله تنفع او تصلح للقصه اللي احنا بنحكي فيها اللي هو في لجوء لدور الرعايه وفي لجوء للقضاء والنيابه ومجلس حاله للطفوله او للمراه وكمان سال يعني بسال الشهود وبسال كل شهود عيان الواقعه والجيران بسال كل دول لان في ناس بتتفرج علينا دلوقتي وخلاص بقى بابا ما جابليش البلاي ستيشن بتاعي وما ودانيش الجونه فانا هروح مجلس القومي للطفوله وبابا وادي الدجله وتبقوا مبسوطين يعني خلاص كده يعني المشاكل اللي هي يعني محتاجه تدخل محتاجه تدخل من المجلس القومي للطفوله والامومه او المجلس القومي للمراه هي دي الامور اللي محتاجه ان انا اقدم بلاغ هو الجدير بالذكر اصعب انواع العنف هو ان زوج ياخد اطفاله ويسافر بره البلد اصعب انواع العنف انا النهارده بناشد كل طب انا في الحاله دي اعمل ايه انا كأم انا عندي مشكله كبيره جدا لان انا باخد حكم تمكين من ضم صغير باخد كل الاحكام اللي تمكني من انا اخد الطفل بتاعي طب اجي انفذ يقول لي اصل الانتربول مش عارف انفذ لان انا مش عارف مكانه في البلد اللي هو فيها فانا اللي بناشد النهارده مجلس النواب بتعديل القانون لما انا اثبت ان انا الزوج سافر بره البلد واثبت ان هو خد الاطفال رجعوا لي اطفالي حقي انا من حقي انا عندي زوج وعندي زوجه جات لي قالت لي انا ولادي سافروا لبنان والاب خدهم ففي السفاره اللبنانيه قال لها انا مش عارف ارجع بيهم ابعتي لي توكيل خاص يثبت ان انت اتنازلتي عن الاطفال او ان هم سافروا معايا بمحض ارادتك عشان اقدر ارجعهم لك. ازاي؟ هي اصلا لا يجوز قانون؟ ما هو السفاره اللبنانيه قالت له انه بما ان مش هيقدر ياخد الجنسيه للاطفال بعدم وجود موافقه من الام الزوجه. سفارتنا احنا فين؟ ما انا سفارتي انا بالنسبه لي لازم يكون عندي قوانين ولازم يكون عندي اتفاقيات دوليه. يعني انا ما اعرفش اثبت ان الاب خرج بالاطفال هروبا بهم وهم في حضانه الزوجه خرج اب ومعاه اطفاله رايحين فين رايحين مسافرين فسحه هنقضي مش عارفه لا يعني انا دلوقتي خلاص هو خرج بيهم وهو ابوهم عندي ازمه ان انا ارجع بقى الاطفال طب اتصرف ازاي انا كأم ما هو ده اللي انا بقى بتكلم فيه انا ما عنديش النهارده قانون يحمي كل ام الزوج النهارده صحي من النوم وخد الاطفال وسافر طيب يعني في مؤخرا كان في تشريع او يعني طلب مقدم من نائبه مجلس الشعب بالطالب بتعديل العقوبه ضد الزوج اللي بيتعدى على زوجته بالضرب العقوبه هيوصل حدها من 3 سنين ل5 سنين حبس راي حضرتك في التعديل ده
ومدى تأثيره على الأسرة بعد كده، مدى صداه على الأسرة. هل الزوج ده بعد ما يتحبس ويتعلم الأدب بقى هيرجع زوج سوي؟ اتفضل. أنا هجاوب في أول الإجابة احسنوا الاختيار. إحنا بس معنا دقيقتين فيعني إيه نحاول فأجالة كده. احسنوا الاختيار ده أولا، دي نصيحة لكل زوجة وكل فتاة مقبلة على الزواج. احسنوا الاختيار، مهما طال عليك الوقت لسه معاكي مساحة تحترمي ذاتك وكيانك كأنثى، تقدري يبقى ليكي كيان. دي حاجة أساسية. تاني حاجة، حضرتك سألتي في الشرخ اللي بيحصل ما بين الزوج والزوجة لما بتحبسه. طبعا. ما هو أنا ما لقيتش منك احتواء، ما لقيتش منك مصدر الأمان اللي أنا منتظراه، نفرتني، خلتني لجأت الناس أو لجأت المؤسسات بقى الدولة ولجأت للقانون يحميني منك. فالشرخ خلاص موجود، بس ما ننكرش إن في علاقات ممكن ترجع. حتى بعد الحبس، حتى بعد الحبس هل العلاقة هترجع زي الأول؟ ما أعتقدش. على حسب مشاعر كل الطرفين. اصل انا النهارده عندي المشاعر مش ثابته على كل البشر. يعني مشاعر انت هتحبسيني وتدخليني السجن وبعد كده تقولي لي مشاعر؟ استحاله يعني. وفي زوج بيجي معتذر وانا اسف ما كانش قصدي ضربتك في حاله غضب عشان ما نظلمهمش. بصي يعني انا والله كان يعني بجد الوقت ما اسعفناش النهارده نخلص الموضوع، ولكن بنوعد الساده المشاهدين هنكمل موضوعنا في حلقه جايه ان شاء الله في العنف ضد المراه مع المستشاره ندى العماوي. انا كنت مبسوطه قوي وشرفتيني ونورتيني النهارده. بشكرك من قلبي. ويعني الحلقات الجميله اللي قدمتها مع حضرتك، ومضطره اختم بقى يعني اسفه. لا حضرتك. وبنشكر الساده المشاهدين. بشكرك انت وجمهورك. ميرسي ميرسي لحضرتك. بشكر الساده المشاهدين وعلى وعد بلقاء اخر ان شاء الله في حلقه جديده وبالميزان كل يوم حد الساعه 2:30 في الصحه والجمال. ويعني لقاء ممتع ان شاء الله مع المستشاره ندى العماوي في حلقات قادمه باذن الله. شكرا لحضرتك.